والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري، ونقرأ خبر بعنوان السيسي لرئيس شركة شلمبرجي: نتطلع لتعزيز الشراكة معكم في قطاع البترول والغاز. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أوليفي لوبوش رئيس شركة شلمبرجي العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز على هامش مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم أنشطة الشركة في مصر مع التطلع لتعزيز مجالات الشراكة بين قطاع البترول والغاز وشركة شلمبرجي، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في تطوير ورقمنة قطاع البترول والمشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة في هذا المجال. وفي هذا السياق تم استعراض خلال المقابلة الموقف التنفيذي لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل كافة أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة من خلال شبكة المعلومات الدولية. من جانبه أكد رئيس شركة شلمبرجي اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار في الفترة المقبلة بمصر التي تعد منطقة جذب للاستثمارات في ضوء نتائج الأعمال الناجحة التي تحققت مؤخرا في مجال البحث عن البترول والغاز خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط، الأمر الذي جعل من مصر أولوية في أعمال الشركة وتواجدها في مصر. ومن بوابة الأهرام نقرأ خبر بعنوان: وزير الخارجية يجتمع مع الفريق التفاوضي المصري للنظر في مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة. قالت وزارة الخارجية إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع الفريق التفاوضي المصري الذي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة، فضلا عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية، للنظر في مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة في ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث. ولفتت الخارجية في بيانها أن الاجتماع عقد فور وصول وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري دكتور محمد عبد العاطي إلى واشنطن فجر اليوم للمشاركة في مفاوضات سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي يومي 2 و13 من فبراير الجاري. وتابع البيان: تم أيضا التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية. ومن المنتظر أن تبدأ اليوم في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة مقدرة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. ننتقل مع حضراتكم من بوابة الأهرام إلى موقع اليوم السابع، ونقرأ خبر بعنوان: الصحة إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من إجراء 387 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 حتى الآن. من جانبه قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 185,708 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 77,436 عملية جراحية بنسبة 26%،
من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكدا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميا من 9 صباحا وحتى 6 مساء. وأيضا من موقع اليوم السابع نتابع خبر بعنوان التعليم، تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل أبريل المقبل. قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المديريات التعليمية ستقوم بتسليم كنترولات الثانوية العامة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات بعد تحريرها في المدارس قبل أبريل المقبل، ليتم مراجعتها واستخراج أرقام جلوس الطلاب مباشرة. وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة كتابة الاستمارة الورقية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الطالب يقوم بكتابة استمارة الامتحان بخط يده تحت إشراف مسؤول شؤون الطلبة والمرشد التعليمي بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب. ننتقل إلى موقع مصراوي ونقرأ خبر هام بعنوان الوطنية للانتخابات، لم نتلقى شكاوى بشأن سير انتخابات مقعدي الجيزة وملوي. قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها إن غرفة عمليات الهيئة لم تتلقى حتى الآن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوي بالمنيا، مؤكدا انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان بالدائرتين. وأضاف متحدث الهيئة أن غرفة عمليات الهيئة تتابع سير عملية الاقتراع للوقوف على أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية سواء إذا كانت متعلقة بالناخب أو بمن يديرون الانتخابات. وكانت جميع اللجان الانتخابية بالجيزة وملوي بالمنيا قد فتحت أبوابها أمس في 9 صباحا دون تأخير، واستمرت عملية الاقتراع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة من يشغلهما بالبرلمان. وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266,396 ناخب، بينما تجرى الانتخابات في دائرة ملوي بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444,000.